خلونا بقى نروح على اهلي الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهون، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة طبعا بالفريق الأول لكرة القدم وكل الأمور المتعلقة بقطاع الناشئين وأيضا الأجواء من داخل المقر الرئيسي بالجزيرة. طبعا البداية مع الفريق الأول لكرة القدم، النهاردة إن شاء الله بدون راحة هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون فيه تمام الساعة 4 عصرا، والمران يبدأ بعديها بساعة في تمام الساعة 5، ده طبعا استعدادا لمباراة حرس الحدود اللي هتقام غدا إن شاء الله الأربعاء في تمام الساعة 8:30 على ملعب استاد القاهرة في الجولة المؤجلة من الأسبوع 33 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. طبعا خلينا نقول إن الحقيقة يعني بكرة هيكون يوم مميز جدا، هو اليوم أو المباراة اللي هيقام فيها تسليم أو مراسم تسليم درع الدوري الـ 43. والحقيقة ان علشان كده زي ما انتوا قلتوا ونوهتوا طبعا في بدايه الحلقه يا كريم ونهوان، ان اكيد النادي الاهلي ارسل لخطاب لوزير الداخليه اللواء محمود توفيق علشان يعني يوافق على الساعه الكامله لجماهير النادي الاهلي علشان يكونوا بيشهدوا تسليم درع الدوري ال 43. يعني ان شاء الله بنطمح وبنامل ان يكون في موافقه ويكون اكيد منظر مشرف لكل الاهلاويه، واكيد علشان يعني يستمتعوا ويشهدوا تسليم درع الدوري ال 43 او البطوله المفضله بالنسبه طبعا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. خلينا يعني نتكلم شويه عن مران امس ومران اليوم كمان ان شاء الله هيتضمن ايه. يعني يمكن مران الامس كان ابرز ما فيه هو عوده اكيد مروان عطيه مره اخرى للتدريبات الجماعيه عقب طبعا يعني يمكن كان غايب الفترة الماضية عن التدريبات بسبب وفاة والده، يمكن ده كان قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي بساعات يعني قليلة، وعلشان كده يمكن غاب عن مباراة الزمالك ومباراة المقاولين وأيضا غاب عن التدريبات. ولكن الحقيقة أن مران أمس شهد عودته مرة تانية وانتظم مرة أخرى في التدريبات الجماعية. الحقيقة أن مران أمس كان في بعض طبعا التدريبات الاستشفائية والفقرات المتنوعة وأيضا بعض التدريبات في الجيم، واكيد طبعا كان في محاضره لكولر يعني بيشرح فيها كل الامور التكتيكيه والخططيه اللي كانت موجوده في المباراه السابقه وايضا هتكون موجوده في مباراه حرس الحدود. خلينا نقول النهارده ان شاء الله هيسبق طبعا المران محاضره ايضا لمارسيل كولر مع اللعيبه علشان يتكلموا فيها في كل الامور الخاصه بمباراه حرس الحدود وايضا يعني الخطوات المقبله. خلاص لم يتبقى الا مباراتين فقط في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي سواء مع بيراميدز او النادي المصري، وده هيكون يعني يمكن يوم الاحد المقبل وايضا يوم الاربعاء المقبل، وبكده بقى تكون يعني خلصت صفحه الدوري. والحقيقه ان احنا قدرنا ان احنا نحسمها قبل يعني انتهاء الدوري بعده ايام، وان شاء الله يعني نبتدي بقى نركز في خطواتنا المقبله ويبتدي الفريق الاول لكره القدم يركز مع خطواته المقبله عقب انتهاء اخر مباراتين امام سواء امام بيراميدز او سواء امام المصري اللي هتكون نهايتها يوم الاربعاء المقبل. خلينا نقول ان يمكن النادي الاهلي داخل بمعنويات مرتفعه للغايه طبعا هذه المباراه او مباراه الغد تحديدا بعد الحقيقه يعني يمكن عايزين نقول ان هي موسم او تحديدا يعني مسابقه الدوري كان موسم لا هزيمه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن لعب او خاط 31 مباراة، الحقيقة ان هو قدر ان هو يكسب فيهم 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات فقط ودون اي خسارة بالنسبة للفريق، وده طبعا يعني اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضية، واكيد طبعا كل جماهير النادي الاهلي كانت سعيدة بهذا الامر، والحقيقة ان كانوا بيشكروا شكر كبير جدا سواء في الجهاز الفني او الاداري بقيادة مستر مارسيل كولر، وعلشان كده يمكن المعنويات مرتفعة للغاية لان الحقيقة يمكن ولا مباراة دون هزيمة الحمد لله، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي دايما. خلينا نقول ان يمكن مازال طبعا النادي الاهلي متصدر جدول الترتيب ب 81 نقطه، وان شاء الله يعني يمكن بكره هتكون المباراه ال 32 بالنسبه للنادي الاهلي ويكون برده يعني الفوز هو حليف النادي الاهلي.
خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين. يمكن يا كريم ونهاوند اتكلمنا خلال الفترات الماضيه وفي الحلقات الماضيه ايضا ان يعني اتكلمنا قد ايه مجهودات قطاع الناشئين سواء في القاهره او مختلف المحافظات. الحقيقه ان هم ما زالوا بيطوفوا جميع المحافظات علشان يعني يشوفوا كل العناصر المميزه اللي ممكن يكون ليها النصيب والحظ ان هي تكون تنضم لقطاع الناشئين خلال الفتره المقبله، وايضا يعني يكون ليهم حظ في الانضمام للفريق الاول لكره القدم خلال السنوات المقبله. وزي ما احنا شفنا اكيد وبنتكلم دايما ان بيبقى فيه دايما عناصر مميزه بتخرج من قطاع الناشئين طبعا في النادي الاهلي سواء هنا او بره حتى بيحترفوا، وكمان بنشوفهم في صفوف الفريق الاول لكره القدم قد ايه بيأدوا اداء طبعا اكيد مميز وكبير جدا خلال المباريات. خلينا نقول بقى ان قطاع الناشئين بعد الحقيقه ما انتهى من الاختبارات سواء في محافظه القاهره وكمان يعني يمكن كان في اختبارات في محافظتي الشرقيه والسويس خلال الاسابيع الماضيه، قرر ان هو بقى ينتقل لمحطه جديده ومرحله جديده في محافظه الاسكندريه. الحقيقه يعني يمكن استمارات قطاع الناشئين او اختبارات قطاع الناشئين في الاسكندريه بدات طرحها امبارح وهتستمر النهارده وايضا بكره على مدار اليوم. والحقيقه ان بقى الاختبارات هتبدا ان شاء الله يوم الخميس بعد غد، هيكون من مواليد 2007 او عفوا 2011 حتى 2018، ويوم الجمعه هتكون من 2007 حتى 2010. هتقام طبعا في على ملاعب مدارس بايونيرز الدولية الموجودة في المنظرة. والحقيقة يعني ان احنا اكيد هنشوف في الاسكندرية كمان عناصر مميزة جدا، ويعني يمكن متوقعين اكتر من قطاع الناشئين ان هو يطوف عدد من المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة علشان بقى يعني نطوي صفحة الاختبارات، وبعد كده بقى نبدأ في انضمام العناصر اللي تم اختيارها ان شاء الله، وبعد كده ينضموا لقطاع الناشئين وتبدا بقى التدريبات اكيد الرسميه، ومن بعدها اكيد نشوف بقى مين ممكن يكون او يتم تصعيده للفريق الاول لكره القدم خلال الفترات المقبله، خاصه ان بيبقى مستر مارسيل كولر زي ما احنا شفنا طبعا يا كريم ونهاوند اكيد وكل جماهير النادي الاهلي تبعت ده ان هو بيبقى حريص جدا ان هو يحضر المباريات الخاصه بقطاع الناشئين علشان يصعد منها او يستعين طبعا من خلالها بعدد من اللاعبين في هذه المباريات او للتصعيد للفريق الأول لكرة القدم. ده طبعا فيما يخص أخبار فريق الأول لكرة القدم وأيضا قطاع الناشئين. خليني بقى أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة يعني يمكن كنتوا بتتكلموا عن الطقس وقد إيه خلال الفترات دي يمكن في ارتفاع ملحوظ أكيد زي ما احنا شايفين كلنا في درجات الحرارة. النهاردة يمكن درجة الحرارة هتصل ل يعني 40 درجة مئوية، وده اللي مخلي يمكن الإقبال مش شديد زي الأسابيع الماضية داخل المقر الرئيسي بالجزيرة، ولكن الحقيقة إن يمكن يشهد بقى خلال الساعات يعني الأخيرة من النهار هذا الإقبال طبعا أكيد مع انخفاض درجات الحرارة. وخليني أقول يعني يمكن كمان إن داخل مبنى الإدارة أكيد يمكن كل الناس في زحام بعض الشيء على تحصيل الاشتراكات، ولكن الحقيقة إن بتتم ب يعني أسلوب منظم جدا في أرقام وفي أكيد يعني أدوار، والحقيقة إن هم بيعملوا على أكمل وجه كل القائمين على تحصيل اشتراكات النادي الأهلي. دي طبعا كانت كل أخبار من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. انت عارفه يا مريم يعني ما اسهل ان الواحد يستنتج الحر واصل لدرجه ايه من خلالك انت شخصيا، يا عيني واقفه مفرهده في الحر. كنا لسه بنتكلم انا ونهاوند بنقول يعني ربنا يعينها، واضح ان يعني الشمس عامله شغل. بس خلي بالك مريم وروزان من عشاق الصيف، فانا الناس بقى اللي بتعشق الصيف انجوي. انا مبسوطه الحقيقه. وعلى كده احساسك ايه بالصيف يا مريم؟ في الشمس يعني انت في طبعا بعض الاعضاء وراها اللي ماشيين بشمسيه يعني حاجه صعبه جدا طبعا. سعيده يا مريم بالصيف؟ مبسوطه يا مريم بالصيف؟ جدا يا كريم والله، ده من اقرب المواسم لقلبي ومن اقرب الفصول لقلبي الحقيقه. ده زي ما الهواد ده قالت لك انجوي فعلا. انجوي يا مريم، انجوي انجوي اللي جاي، اللي جاي كمان في ارتفاع ملحوظ هيكون كمان اعلى من يعني اللي احنا بنشهده حاليا. على كل حال نشكرك جدا زميلتنا العزيزه يعني مريم سميح، شكرا لك على هذه التغطيه الرائعه.